عارفوا قدراتكم، عرفت كلامي؟ طيب معلومة اقدر اشتغل معي هنا. طيب ليه ما اقدر اشتغل معي هنا؟ طيب نخش على اليوتيوب هنا، نجيبه من فوق هنا، ناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر. عمل لنا شير بقدر ما تقدره. طيب ابى يجي معي هنا، انا والله قبل شيرت وشفته عشان دير اوريه، لكن ابى يظبط معي هنا، انا ما اعرف الحاصل شنو. ايوه بس ياخذها ظبط هنا. المدلل مكان الاتجهاد تدعى لحفا المدلل. نعم. مكان الاتجهاد منطقة والي. نعم. تاريخ الاتجهاد 30 نوفمبر من عام 2014. الشهيد عقيد إبراهيم أحمد حسن داود. مكان الاتجهاد توجي في الرابع من يناير من عام 2013. الشهيد رائد الفطيس محمد سعيد رائد يعقوب صالح بشير وداعة. مكان الاستشهاد والي في الرابع من يناير من عام 2014. مكان التفطيس الفطيس رائد حسن موسى دبلو. مكان الاستشهاد والي في 30 من نوفمبر من عام 2013 الفطيس الشهيد رائد عثمان احمد صالح ديمور. يا اخي كثير، يا اخي كثير، بس انا دير اذكرهم، بس دير القادات، بس جاب القادات الجنود دير طبعا فطايس ردمهم لك، ردم دقهم لك دق دخن، نذكرهم لك تاني بالمعارك بتاعت وزول الحركه الشعبيه. خاش خاش الموضوع ده انتهى، مفروغ منه. دير كروزر محمله بالاسلحه والجنود بالإضافة إلى 10 دبابات تابعة للجيش الحكومي من حامية خرسانة، حيث هاجمت مواقع للجبهة السورية بمنطقة تروجي في الرابع من يناير الجاري. ولكن قوات الجبهة السورية تمكنت من طرد الجيش السوداني من تروجي حتى منطقة خرسانة بالقرب من هجلي، وذلك بعد 12 ساعة فقط. ده كان الصوار من الناطق الرسمي للجيش السوداني. جلس عبدينا طوال جينا جرينا نجينا وصلنا من الجبالات، وطبعا امبارح هم كانوا قاعدين في الجبالات كله، دقيناهم طردناهم ننزل تحت. مراسل شبكة عين تمكن من الذهاب إلى أرض المعركة في تروجي. بس أنا داير أذكرهم الساعة من القتال، حيث شاهد أكثر من 100 قتيل من الجيش السوداني وقتيلين من الجبهة السورية. دبابتين محروقتين بالإضافة إلى 10 لاند كروزر مدمرة. بس أنا داير أوريك بس القدرات، بس داير أوريك القدرات، بس الفطيس مش شهيد، الفطيس ما أعرف ثم دقلو، الفطيس مش شهيد، شهيد بتاع حبابته ما في حاجة اسمه شهيد. فأنا داير أوريك القدرات وبعد ذاك نمشي قدام. الليلة طبعا أنا داير أجيب لك الجنجويت الكبير الكلبي وإيش بردموا لك يا زول، و داير أذكرهم بس. شو الدبابات دي حركوها كيف؟ بعرفه كويس، بعرفه كويس المحلات دي، بعرفوها كويس. طلع هو من داخل كاتب لي ما يقدر ب 2226 جندي، طلعوا 2 محور لقرية بتاعت جلدكو. شوم يا زول دقوم دق الدخن هناك همتي، لو قلت له شفت العساكر بتاعتي همتي، لو قلت له امشوا هناك بقى امشوا، وهسه جايين خاشين جوا الخرطوم جوا. شفت الجيش الشعبي خبط الحكومه دي كلها، زمان عمر البشير ذاته قادر يصلي في كوضه ما في كوضه ما قدر، فان دق دق وان شاء الله ونحن منصورين ومنتصرين. لا انا انا داير اقول لكم حاجه، مش الدنيا رمضان، اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، اقسم بالله نحن منتصرين، والله نحن منتصرين منتصرين يا زول. الفطيس ما في حاجه اسمه شهيد، الفطيس تمام. عبد العزيز سكر نثبته هنا وبعد ذاك نمشي قدام. طيب نمشي قدام يا جماعه. طيب امبارح الجنجويتي كلكم انا داير اذكركم، الناس تعمل شير بقدر ما تقدر.
امبارح الجنجويت الرباط القاتل القذر المجرم المغتصب. فالمهم الجنجويت ده الجنجويت اللي امبارح جبنا له الصوتيات ده، اذكركم بس يا جماعه ده بده الجيش الشعبي يا جماعه، نجيب الجيش الشعبي تاني اخر نقطه وبعدك نمشي قدام. حدادي مدادي يا على مد البصر عبد العزيز سكر يا ما جره لك تاني زرقه وما ادراك ما زرقه يا زرقه خلاص ما ادرك براس الزرقه ريك براس خلاص الزرقة استلم البلد خلاص قدام يا عبد العزيز سكر يا زلمة. شفت النوبة دي كيف؟ كشف النوبة دي ها؟ كشف الشغل ده كيف يا جماعة؟ ناس عالم عالم على مد البصر، أي نوباوي يتمرد، أي نوباوي في الجيش في الشرطة في الحركة الشعبية في كادوغلي في الدلني في الخرطوم في القضاري في التمرد عام للقضاء للجنجوي. موضوع انتهى، نحن والنوبة أولاد خالات باصمين بالعشرة ندمر الجنجويد ندمره ندمره، ده موضوع مفروغ منه. عامل بتاع الزمن بس، عامل بتاع الزمن لما ندق دق شفت النهاية كده لما شفت الصفر ده يجي مع السلامة. طيب نمشي قدام شوية. الجنجويد اللي امبارح اللي جبت لكم في جبت لكم في الواتساب، فالمهم امبارح الجماعة أصروا لك، أصروا نزل مكالمات صوتية تانية يا جنجويتي يا جنجويتي. هو اسمه منو كذا نجيب اسمه؟ اسمه منو هو؟ دقيقة، اسمه محمد آدم حمات يا محمد آدم حمات، ده الجروب حقكم، ده الجروب حقكم يا محمد آدم حمات، ده الجروب حقكم. شايفين ده الجروب حقكم يا جماعة؟ شايفين جروبكم؟ ده جروبكم، ده جروبكم. فامبارح في نقطة مهمة جدا الزول ده يتكلم فوقها وقال يا أخي أنا ما قاعد أشاهد لك كسرة، وأي زول خش لي كسرة في اللايف يعمل بلاغ في الصفحة ويطلع عشان تعرفوا زول كذاب ومنافق ودجال. والليلة امبارح هو شاهد اللايف، الدليل إنه نزل مكالمات تسجيل صوتي فسخنت معه ونزل التسجيل الصوتي، التسجيل الصوتي الدليل هيا هدى. طيب هذه اللي بشوارات مجموعة مجموعة عرب دقيقة وتنقل عليك السلام الأخبار. طيب يا شباب امبارح انا شايف يا اخي بين رسائل المعارف مثلا انا احمد كسلا وشايفه طلاوه ضد البيهن وبيتكلم بقول عن احنا زي ما قال بيدينا قروش وقاعدين نرسل له رسائل وهناي احمد كسر الاول حاجه انسان كذاب ومنافق، وانا من البدايه قلت لك خلنا الرجل ده رجل كذاب، ناس دي خشوم خش والله سايقكم بالخلا، انسان ما في انسان كذاب ومنافق زي الزول ده. اول حاجه النازل انا ما عارف رسل لي ناس من طرفه هو من طرف زول ثاني انا ما عارف، النازل جوني في الخاص وادوني رسائل قالوا لي يا اخي انا احنا اذا بتدينا معلومات وبتجيب معانا من الدوك كده، وحتى الكلام ده في ناس زاد عندنا مجموعه انا ارسلت الرسائل حقت الناس اللي كان جوني في الخاص ورسلتها في المجموعه واديتهم رقم الزول ذات اللي قاعد يتواصل معي، فقلت للشباب اخواننا احذروا اي انسان ما يحاول يخشوه بان نحن ندوك ونحن نسوي لك واجيت معانا واقول كلمه حق عشان بكره تطلع اليك كلامات وتضر بها نفسك وتضر اهلك. وانا من شاف القضيه دي خلاص يعني احنا كاشفينها وعارفين حقائقها وما داير الكلام ده نحن ننشروه ونقول يا اخواننا والله الناس اللي بيحاولوا زي ما قالوا يلعبوا بالشباب اللي لسه ما عارفين الناس اللي ما عارفين قضاياهم. فنحن وقت عرفنا الحته دي امبارح شايف طالب يتكلم بيقول يا اخي النازل اصلا احنا قاعدين ندوم قروش كذاب احمد كسر ده، وانا اصلا بيني وبينه ذاته يوم واحد ولا اتكلم معاي في موضوع زي ده ولا في اسمه هنا، يمكن دخل معاي لايف مره مرتين لكن يوم واحد
في موضوع زي ده انا ما اتكلم، وهو ذاته ما بيجي، هو ما راجل ذاته كونه يجيب. اول حاجه قال في اخر كلامه قال شنو؟ قال احمد كسر.